انضم إلينا من بيروت الصحفي جورج العقوري. أهلا بك سيد جورج. من الزاوية اللبنانية، هل هناك شك في أن إسرائيل لن تلتزم ب يعني الجوانب المخصصة لها في هذا الاتفاق، لذا فيدعو رئيس الوزراء ما يدعو إليه بضمان التزام إسرائيل في هذا الاتفاق؟ تحية لك والمشاهدين. في الحقيقة نعم، الشكوك دائما قائمة والأمور منوطة بالواقع الذي سوف يكون قائما على أرض الواقع في الأيام الآتية، خصوصا أنه يحكى عن بنود سرية أو اتفاق جانبي بين إسرائيل والولايات المتحدة، يتيح لها الحركة، يتيح لها الملاحة الجوية، ولكن بشكل ألا تخرق جدار الصوت أو ألا تكون ظاهرة، وكل هذه الأمور نحن لسنا على اطلاع بها. طيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي واضح في أن بلاده تمتلك حقا في العمل العسكري في لبنان وفق هذا الاتفاق في حال خرق حزب الله بنود هذا الاتفاق. إلى أي مدى تمتلك لبنان أو يمتلك لبنان مقدرة على ضبط حزب الله، مقدرة على الالتزام من جانبه هذه المرة كطرف في هذا الاتفاق؟ الأمر اليوم يعني أصبحنا كدولة لبنانية وكحزب الله وكلبنان عند مفصل أساسي، لأنه إن لم يلتزم حزب الله بهذه الاتفاقية هو يعرض لبنان لتكرار هذه التجربة الدموية المرعبة التي عاشها خلال هذه المغامرة التي قادها حزب الله منذ 8 أكتوبر حتى اليوم. لا يمكن الرهان أو لا يمكن ضمان أن لا يكرر حزب الله التجربة، لذا الأمور بهذه الدقة. اليوم ثمة ورشة داخلية يجب أن تقوم، كانت انطلقت قبل هذه الحرب وهي غير مرتبطة بهذه الحرب. كان هناك معارضة، كان هناك تحذيرات من أن سلاح حزب الله عبء على لبنان، ومن أن حزب الله يختطف قرار الدولة اللبنانية. بعد ما عشنا، هناك مجموعات كثيرة في لبنان لا تريد أن تستمر في هذا النهج، نهج كل 10 سنوات مغامرات وحروب وتدمير وعودة إلى الصفر. هذا النهج لا يستطيع أن يستمر، لأنه أوصل لبنان إلى الانهيار الذي نعيشه منذ العام 2019، ثم استكمل ذلك بهذه الحرب، فجعل اليوم لبنان في حالة موت سريري، ومطلوب تضافر الجهود من أجل إنقاذه. إنقاذه يبدأ بأن يعود حزب الله فصيل سياسي ويتخلى عن سلاحه. بغض النظر عما على ذكر السلاح، الآن وزير الدفاع اللبناني في تصريحات لوسائل إعلام نقلتها رويترز مشاهدينا يقول إن لبنان سيزيد عدد جنود الجيش في الجنوب إلى 10,000 جندي. إذن وزير الدفاع اللبناني يقول إنه سيجري زيادة عدد جنود الجيش اللبناني في الجنوب تحديدا إلى 10,000 جندي. طيب، هذه الأعداد من الجنود التي من الممكن أن تنتشر في مناطق الجنوب، هل هي قادرة فعلا على التعامل مع بيئة طالما كانت هي بيئة حقيقية حاضنة لحزب الله، هي تنتج القناعات الراسخة بما يخص العمل مع حزب الله أو رفع السلاح والعمل لصالح حزب الله؟ نحن اليوم أمام وقف أعمال حربية وأمام مهلة 60 يوما. هذه المهلة هي مهلة دقيقة جدا، لا يمكن أن نعود إلى نغمة غضب الأهالي التي كانت قائمة قبل هذه الحرب، حيث كانوا يتعرضون لقوات يونيفيل وحيث كان الجيش مكبل. اليوم نحن في مرحلة مفصلية، لا يمكن الاستمرار بالإنكار وبالالتفاف على مضامين القرارات الدولية. هناك توجه لتطبيق القرار 1701 بكافة مضامينه، وليس كما يحاول فريق حزب الله والرئيس بري القول بأن القرار 1701 يقضي على ما أتى داخله، أي
نحن يجب أن نطبق 1559 و1680 واتفاق الطائف. من هنا أي التفاف هو عودة بشراسة أكثر إلى هذه الحرب الدموية التي كان يتعرض لها لبنان. وهل تعتقد أن حزب الله سيتحول إلى فصيل سياسي فقط منزوع السلاح كما تفضلت قبل قليل؟ يعني هناك خياران، إما أن يعود فيتسلح وتفتح طاقة جهنم على لبنان مجددا، وأتصور أن كافة المكونات في لبنان لا تريد ذلك وترفض أن يستدرجها مرة أخرى إلى مغامرات دموية، طيب. وإما أن ينتقل ويكون فصيل سياسي، لا خيار ثالث. إن أخذ خيار إعادة التسلح أو الالتفاف على الشرعية الدولية والقرارات الدولية والالتفاف على الدستور اللبناني واتفاق الطائف، فهذا يكون كارثي، وهذا يؤكد أنه خارج النسيج اللبناني. إلى أي مدى من الممكن أن تلعب بهذه الاتفاقية أو هذه المرحلة، خصوصا بعد عام ونصف من الحرب التي يعتبر فيها حزب الله تعرض لضربات موجعة، أهمها على رأسها أنه فقد أمينه العام الأبرز حسن نصر الله بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية؟ إلى أي مدى من الممكن أن تتغير طبيعة العلاقة بين لبنان وإسرائيل؟ كيف ستكون هذه العلاقة؟ ما شكلها مستقبلا وفق رأيك؟ عفوا، بين لبنان ومن؟ وإسرائيل. إن لبنان عضو في جامعة الدول العربية، ولبنان في خلال مؤتمر قمة بيروت، قمة الجامعة العربية في بيروت لعام 2002، كان هناك مبادرة عربية قائمة على مسألة حل الدولتين، ولبنان يلتزم بقرارات جامعة الدول العربية. هذا أمر مفروغ منه، وهذا ما اتفقنا عليه كلبنانيين بعد الطائف، بأن نكون ملتزمين بالخيارات العربية. شكرا لك جورج العقوري الصحفي اللبناني، كنت معنا من بيروت مباشرة.